حسين انتمائي مأتمي وعزائي لحسين انتمائي مأتمي وعزائي عاهدت نفسي بعمل أبقى خادم للأمل عاهدت نفسي بعهد أبقى خادم للأمل مأتمي وعزائي عاما بعد عام وجيلا بعد جيل نتوارث حب الإمام الحسين هنا في مدينة صور في ساحة الإمام السيد موسى الصدر ساحة القسم نجدد في كل عام الولاء والعهد والانتماء لسيد الشهداء في كل عام نحاول أن نكون في خدمة أهلنا وإخواننا المعزين الكرام ها أنتم ترون كيف أن هذه الحشود تأتي ملبية نداء الإمام الحسين هو الإمام الذي خرج لأجل الإصلاح في أمة جده رسول الله سنبقى على هذا الثبات وسنكون دائما في خدمة إخواننا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه الخدمة العظيمة فالإمام الحسين استشهد لأجل إحياء القيم ونحن على هذا الدرب في حركة أمل إن شاء الله شمر يلي بعد أولاد حاجين ليش يقل تراه يقطع بنحري ويتربع على صدري أين المنادي وحسينا وسيدا عاشورة مدرسة أهل البيت الحقيقية بتعلمنا أشياء كتيرة علمتنا الصبر وعلمتنا الأخلاق وعلمتنا نستمر على النهج الحسيني عاشورة مش بس باللبس الأسود واللطم والبكا عاشورة بالقلب عاشورة بتعلمنا احترام وأخلاق أتلف العين بعمه معتكف كل عمري أنحب أنا جيت يهون كرمال الإمام الحسين وكرمال لحق نهجه وحق صوته يا فاطمة قربة لله ناوي ونزجي يا فاطمة من عندهم عطائي وانتظر جزائي من عندهم عطائي وانتظر جزائي وما ردت غير المدد أبقى خادم للأبد مأتمي وعزائي عاشوراء هي الذكرى اللي كل سنة بنحييها و وبتكون قائمة والحمد لله رب العالمين كل سنة عم تزيد عن سنة كل سنة عم نشوف الحشود زيادة عن يوم عن أكثر من يوم وكل يوم عم نشوف ناس كلها عم تجي تجمع لإحياء هذه الذكرى ذكرى أبا عبد الله الإمام الحسين ذكرى انتصار الدم على السيف لتاريخي صار 1400 سنة ولتاريخي الساعة نحن بعدنا نحتفل فيها ونحكي فيها نحكي عن الإمام الحسين وذكرى الإمام الحسين وعظم الله أجورنا وأجوره نحن كجمعية الرسالة لإسعاف الصحي المنطقة الأولى نحن أكيد عمل موجود بالمنطقة بخيمة عاشوراء من اليوم الأول نحن تجهيزاتنا كاملة متكاملة من إسعاف وطوارئ نحن مسبين خيام عبارة عن 4 شريوهات بكل خيمة مع عنان أكسجين مع مكنات الضغط مع مكنات السكري مع كافة اللوازم الطبية الإسعافات الأولية لإسعاف وإنقاذ أي شخص بيصيبه أي مكروه نحن جاهزين لأي جهودية تامة من مجلس رثائي مكتسب وفائي ومهما لو طال الأمد أبقى خادم للأبد مأتمي وعزائي مأتمي وعزائي لحسين انتمائي مأتمي وعزائي عاهدت نفسي بعهد أبقى خادم من بفضل الله بفضل الله وبثباتنا بشعارنا العاشوراء عقيدة وثبات ثابتين إن شاء الله على نهج الإمام الصدر بإحياء المجالس العاشورائية بمدينة الإمام الصدر صور على الحسين وصارت دموعي شعار ما طمعت أدخل السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين بداية بالنسبة لمجلس صور اللي عم يقيمه حركة أمل مجلس مركزي لحركة أمل أقليم جبل عامر صراحة الشيء الملفت للنظر جدا جدا فيه آلية التنظيم اللي عم بتتم فيه من الكرسي للمنبر للخيمة للحسينيين والزينبيات اللي عم يجوا بيروحوا الطريقة اللي عم يفوتوا فيها الطريقة اللي عم يطلعوا منها صراحة تقريبا أكثر مجلس عم بيكون منظم وأكثر مجلس إن شاء الله عم بيكون فعال مأتمي وعزاء لحسين انتمائي مأتمي وعزائي